لما نتكلم عن اليوم السابع خلونا نسأل أحد العاملين في مجال الصحافة وأحد العاملين سابقا في اليوم السابع الأستاذ أحمد عطوان اللي معانا عبر الهاتف الكاتب الصحفي أحمد عطوان. أهلا بيك أستاذ أحمد. يا مرحبا بيك أستاذ أحمد، تحياتي ليك وكل مشاهدي قناة مكملين. أهلا بيك يا فندم. دندراوي الهواري الذي ملأ صفحات اليوم السابع وكل الصفحات دفاعا عن عبد الفتاح السيسي وتنظيرا له في الآخر طلع متحرش، ونانسي فارس بتقول ان الموضوع اكبر من كده واكبر من دندراوي، ده الوسط كله تحرش. ايه رايك في الكلام ده؟ يعني خليني الاول استاذ احمد ان انا افصل ما بين دندراوي لهواري اللي هو يعني احد الاضرع الاعلاميه لعبد الفتاح السيسي، واللي هو يعد يعني من المطبلاتيه والمنافقين والمدلسين والكاذبين في كل مقالاته. انا افصل دي تماما عن الواقع اللي احنا بصددها، حتى يعني لا نسيس هذه القضيه، لان هذه القضيه قضيه اخلاقيه في المقام الاول، تمام، هي قضيه مهنيه. بالنسبه للدراوي الهواري ربما كل زملائي في اليوم السابع يعلمون تماما ان هذا المحسوب على الصحفيين اولا اخلاقيا فعلا، بعيدا عن وقائع التحرش. الدراوي الهواري بيرى في سب الدين تقريبا زي اللي بان في بقه دايما، اهانته لزملاء المتعمده في صد صحيح ده شيء طبيعي. هو اخلاقيا يعني عنده انحطاط غير طبيعي في هذا الاطار، والكلام ده يعلمه كل الزملاء في اليوم السابق. طيب يعني هي دي طبيعه او دي سمات من يدافعون عن هذا النظام، نقدر نقول كده؟ يعني هو ما هو الانسان اللي عفوا اللي هو يعني يسب دينه ويسب الزملاء واللي هو حتى يا راجل يخون وطنه ويخون امانته المهنيه والصحفيه، طبيعي ان هو يكون دايما في بياده العسكر ودائما وابدا حيكون بيصاب اليوم يعني. انما انا برضه بيعرض افصلها تماما استاذ احمد عن واقعه السياسي عن الواقع الاخلاقي. لان النهارده المساله انا يعني اؤكد لك، وانا طبعا نشرتها بالامس على صفحتي وهي انا اعرف بالمشكله من ثلاث ايام. اعرف بالواقع من ثلاث ايام هذه الواقعه المريره. البنت بتستغيث، هذه صحفية شابة بتستغيث لما كما قرأت أنت الآن البوست، تستغيث بكل زملائها، تستغيث بالناس كلها، لأن معروف أن دندراوي الهواري بيعتمد على علاقته الوطيدة جدا في جهاز المخابرات، وفي أيضا بأنه هو يعني أحد الأذرع الإعلامية للسيسي، أيضا بيستطيل على الناس وتكبر عليهم، وحاسس أن هو أيضا الذراع اليمين لخالد صلاح الدين اللي هو رئيس التحرير، وبالتالي ففي محاولات حثيثة دلوقتي ان البنت اصلا يكرهوها على سحب الشكوى. انا بقول ان مي الشاني غيرها العشرات بل المئات في عالم الصحافة اللي تعرضوا لإهانات وتحرشات من جانب رؤسائهم، ولكن بس المشكلة يا استاذ احمد انا عايز اعلق عليها ان كان هذا الفعل زي ما قالت مي الشاني بيحدث في صالة التحرير، ان يتحرش بها لفظيا ويلمسها وجسديا المرير. نعم ازاي يعني ازاي انسان؟ اين نخوه زملاء الصحفيين في صاله التحرير؟ اين الزملاء اللي هم موجودين وهو زي شايفين يعني واحد زياده يتحرش بزميلتهم؟ وبالتالي احنا قدام قضيه اخلاقيه في المقام الاول قبل ان تكون مهنيه. طيب برايك ازاي هيتم التعامل مع دندراوي وهو راجل مقرب من المخابرات وراجل يعني يجيد الوصول الى الاماكن اللي يعني فيها المسؤولين وبيعرف يعني يكتب لهم ويدافع عنهم، هيقفوا معاه ولا الموضوع كبير؟ لا هو بالفعل الان بقالها ثلاث ايام، وانا لما كتبت البوست بالامس رماني دي من ثلاث ايام، لان حبيت ان انا يعني ارفع الضغوط الكثيره جدا زي ما وصلني الخبر. برضه بين قوسين استاذ احمد انا بالفعل لم تتصل بي مي الشامي ولا اعرفها حقيقه، وليس لي اي تواصل معها على الاطلاق، لان النهارده خالد صلاح بيذيع ما بين الزملاء ان مي الشامي دي اخوانيه وانها اوقعت دندراوي وانها تقصد التشبيه وانه حيعمل ملفات خاصه بعد كده مش عارف احمد عطوان او مي الشامي وعلاقتها بالاخوان، ويحاولوا ان هم يسيسوا المساله الاخلاقيه والجريمه الاخلاقيه لدندراوي الهواري. طب ما تخلينا نتكلم بشويه صراحه يا استاذ احمد، وحضرتك يعني ابن المؤسسه وابن المهنه وتعرف ما فيها. يعني هو خالد صلاح نفسه ما هو متهم بامور اخلاقيه، وغيره من رؤساء التحرير والصحفيين اللي بيستاءوا بالنظام على زمايلهم متهمين بامور اخلاقيه واكثر، يعني وانت عارف كلها تهم مشينه.
هل ده الطبع العام دلوقتي ولا احنا قدام ازمه اخلاق ومين بيغذي هذه السلوكيات ما بين الصحفيين وبعضهم البعض؟ يعني هو زي ما قالت الزميله نانسي رساله حضرتك تفضلت وقرات البوست بتاعها، احنا طبعا شغالين في عالم في عالم الصحافه والاعلام، وبرضه عايز اقول لك هذا يحدث في كافه المهن والمجالات، التحرشات ما بين القيادات والرؤساء والموظفين شيء طبيعي. شيء طبيعي للاسف في مجتمع الان بيتحلل من قصدك شيء اصبح طبيعي ما كانش طبيعي يا استاذ احمد ابدا، يعني ما كانش طبيعي قبل كده ابدا. والله يا استاذ احمد انا عايز اقول لك واكد لك ان للاسف الكبير احنا عندنا في الصحافه في ورقه ضغط، يعني متى يتخلص من الصحفيون لا ادري، الا وهي ان انت عندك ان نقابه الصحفيين لا تقبل باي حال من الاحوال اوراق اي زميل يعمل بالصحافه الا بعد ان يعين في مؤسسه صحفيه ثم هي التي تقوم بترشيحه. فبالتالي اي زميل هيعمل في اي مؤسسه صحفيه هيقع تحت ضغط الاداره وضغط رئيس التحرير سنه اثنين ثلاثه لحد ما يتعين، ثم سنه اخرى او اثنين او ثلاثه لحد ما يرضى عنه ويبعت ورقه النقابه. فيظل هذا الزميل او الزميله تحت ضغط اداره المؤسسه الصحفيه تفعل به ما تشاء عشان يتعين وعلشان ياخد ادويه نقابه، فدي طبعا نقطه ضغط شديده، بس ليست مجال كلامنا الان. انا اؤكد بس مره اخرى بندراوي الهواري ما يفعله الان من خلال ضغوطه الشديده على هذه الصحفيه، لان بقى انادي الان كل الزملاء المهنيين والصحفيين والاعلاميين، بانادي ايضا كل من هم في نخوه ومروءه واخلاقيات، في صحفيه قدامنا بتقول بتستغيث دلوقتي انها تعرضت لتحرش، وعلى فكره مش تحرش مره واحده. نعم. بندراوي الهواري بقى فتره طويله بيعدد هذه الامور ولا يعني اخفي عليك سرا ان دي مش الواقع الاولى لدندراوي. ده دندراوي يعني نقدر نقول ونطلق على دندراوي انه عنتيل اليوم السابع بمنشط صحفي كما تعودت اليوم السابع على اعطاء الالقاب ونشر المنشطات، فنقدر نقول دلوقتي احنا قدام عنتيل في اليوم السابع. يعني انا مش عايز اشير لذلك، اني برضه عايز اقول لك ان في صحفيات فضليات كريمات محترمات في اليوم السابع. اكيد. انا عايز طبعا اقول لك ان في زي مي الشامي هناك برضه بنات انا اعرفهم يقينا تصدوا لهذا المتحرش وقدروا ان هم يقهروه ويردعوه باسلوبهم الخاص، انما هي مي تميزت عليهم انها خرجت من يعني كسرت حاجز الخوف وايضا حاجز الضغوط الاداريه وراحت لقسم الشرطه. نعم. وراحت الى شركه اعلام المصريين، وايضا يعني اذا كنا لا ان نسمم مجلس اداره اعلام المصريين حين ياخذ قرار بايقاف دندراوي عن العمل. نعم. وحتى التحقيق هذا شيء طيب. نعم. بس هل هيستمروا عليه؟ ده اللي هنشوفه وهنشوف دور النقابه. بشكرك استاذ احمد الكاتب الصحفي والزميل الأستاذ أحمد عطوان، شكرا ليك.